الحقيقه بالنسبه لبعض الحاجات بقى، لما بتكلم على فيزيكال كوانتيتيز بقى، مش بتكلم على حاجات تبقى محسوسه، بتكلم على حاجه محدده، يعني عايز اقيس حاجه معينه. دايما لو انا جبت بني ادمين وبحاول اخليهم يقيسوا هوريزونتال ديستنس، هتلاقي ان احنا عندنا تندنسي ان احنا اندر استيميت. هيومنز كلهم بيحاولوا اندر استيميت او بي اندر استيميت القياس بتاع الهوريزونتال ديستنس. بالنسبه للفيرتيكال هايت، عادة لو انا ببص من تحت ببقى اوفر استيميت، لو انا ببص من فوق بقى اندر استيميت. اوكي، دي حاجات الحقيقة، دي حاجات ملاحظات الحقيقة الناس يعني قاستها بتجارب يعني على هيومنز ولقيت انها فعلا كده. لو انا بتكلم على السبيد اوف انذر اوبجكت، لو الاوبجكت ده از اكسلريتنج، حتى لو كان السبيد بتاعته ما كانتش لسه عالية، بتحس ان هي الاوبجكت ده سبيدنج، يعني بتحس ان هو بيبقى مسرع اكتر شويه. في حاجات كتيره بقى تانيه بنفس الشكل كده، نفس الكلام بالظبط. لو انا بتكلم على ان انا بقيس الحراره مثلا، لو انا قاعد في جو حار شويه، باوفر استيميت لو جو حر، وباندر استيميت لو الجو بارد. اوكي، ففي حاجات كتير لازم نبقى واخدينها في اعتبارنا، ودي حاجات الحقيقه يعني دي فانكشن في البني ادم نفسه، اللي هو طريقه البني ادم نفسه في البرسبشن وفي البروسيسنج بتاع الانفورميشن، دي ما نقدرش نغيرها، بس دايما بنحاول في الجهاز بتاعنا ان احنا نحاول نساعده ان هو يعملها بطريقه مظبوطه. اوكي، فدي واحده من الحاجات اللي احنا بنبقى واخدينها في اعتبارنا واحنا بنعمل حاجه ريليتد للقياس اوف فيزيكال كوانتيتيز باي هيومنز.